دخل مثلث عاهم، في مثلث عاهم هناك منطقة محظورة ما بين العدون وأنصار الله. ففي الليل فعبرنا والطيران ضربه، أول الدينة والثاني والثالث. الدينة الأولى كان في بها عسل، والدينة الثاني نوب نحل، ثنتين نحل. النحالين تأثروا بسبب الحرب على اليمن وضربهم بالطيران، ضرب النحالين والنحل بذاته، مما أدى إلى ضعف الإنتاج المحلي للعسل. وكذلك المزارعين الذي يوجد النحالين الذي يوجد معه مثلا حوالي 1000 إلى 900 إلى 800، الآن ما يوجد معه إلا حوالي 100 إلى 150 إلى 200 بالكثير.